الاقتصاد العراقي يعيش أسوأ أيامه، فهل سيعلن العراق إفلاسه؟ واردات النفط في هذا العام وصلت إلى 30 مليار، في حين يحتاج العراق سنويا إلى 62 مليار دولار لتسديد الرواتب، لما اضطر إلى الاقتراض ليرتفع حجم الاقتراض الداخلي إلى 45 مليار دولار بعد أن كان قرابة 32 مليار دولار. كما إن الحكومة كانت قد قدمت طلبا للبرلمان بالموافقة على قرض ب 15 مليار دولار لتسديد العجز، ووافق البرلمان على ذلك، لكن الغريب في الأمر هذا القرض فقد منه 6 مليارات. وبدوره البنك المركزي أبلغ الحكومة عدم قدرته على تمويل الموازنة إذا هبط الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 54 مليار دولار بعد أن كان نحو 65 مليار دولار في بداية العام. أما المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال قالها صراحة، إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد رواتب الموظفين، مشيرا إنه لا توجد سيولة لدى الحكومة إلا بالاقتراض وتغطية العجز المالي. عادت الحكومة مجددا لتقدم طلبا لمجلس النواب للاقتراض مرة أخرى بمبلغ قدره 41 تريليون دينار، لكن المالية النيابية قالت إن هذا الرقم كبيرا جدا ولن نوافق عليها، وما يحتاجه البلد لسد العجز هو 6 تريليون أو كموازنة طوارئ 15 تريليونا. متسائلين أين ستصرف هذه الأموال الكبيرة التي طلبتها الحكومة بمشروع تمويل العجز المالي. لكن في نهاية المطاف اللجنة المالية ترسل كتابا إلى الحكومة تطالبها بالاستغناء عن مشروع العجز المالي. وإذا بقي هذا الصراع بين البرلمان ووزارة المالية، هل سيحصل المواطن على راتبه أم لا؟